لو أن رجل تبرع ببناء مسجد وشيد لنفسه بداخله قبر، قبر نعم، على نفقته الخاصة، نعم ايوه فهل هذا جائز؟ ايوه ولا في شيء، احنا النبي ما قبره في المسجد. وهذا الذي قال هذا الكلام جاهل، لم يعرف الحقيقة ولم يعلم الحقيقة. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه قبر، الرسول قبض في بيته عليه الصلاة والسلام، ولم يقبر في المسجد، وإنما قبض في بيته عليه الصلاة والسلام، في بيت عائشة. ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين ذاك الوقت في آخر المئة الأولى، أدخل الحجرة في المسجد من أجل التوسعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحبه لم يزالوا في بيت عائشة وليس في المسجد، وبينه وبين المسجد الجدر القائمة والشبك القائم، فهو في بيته صلى الله عليه وسلم وليس في المسجد. والأزهر موجود وقبور الأولياء كلها في المساجد، ليس في عمل الناس الذين فعلوا ما فعلوا من البناء على القبور، ليس في عمل حجة، بل هم قد أخطأوا وغلطوا في هذا. فكل من بنى على القبور واتخذ عليها المساجد فقد غلط وخالف السنة. والواجب على ولاة الإسلام وعلى أمراء المسلمين وحكامهم أن يمنعوا الناس في جميع الدول الإسلامية، يمنعوهم من البناء على القبور، وأن يهدموا ما كان عليها من البنايات، وأن تبقى القبور ضاحية كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه في البقيع وغيره. مش هنستدل عليهم؟ وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ولم ينكرها الله. هذه مغالطه والعياذ بالله. يقول شيخنا الشيخ محمد الشنقيطي في تفسيره، يقول ما استدل مبطل بايه على باطله الا وفي الايه ما يرد عليه، ومن ذلك هذه الايه. قال الذين غلبوا على امرهم، اصحاب السلطه، أصحاب السلطة يغلبون، ما يخضعون للدليل، شون على ما هم عليه. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه، وهم ما بنوا من جهة دليل، وإنما بنوا من ناحية الغلبة والسلطة، فهذا رد عليهم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب أورد هذه الآية للاستدلال على بطلان البناء على القبور.